والآن جولة على المشهد الاقتصادي مع الزميلة رنا عبود. مرحبا. وسط القلق من توسع رقعة الحرب في لبنان ومع فشل المعنيين بإحراز أي تقدم ملحوظ على مستوى الإصلاحات التي تساعد في إدارة الدورة الاقتصادية إلى مسار النمو، هل أهدر اقتصاد لبنان جميع فرصه بالنجاة؟ بالطبع لم يهدر لبنان كل فرص النجاة، فأزمة لبنان في أساسها سياسية، وبالسياسة ليس هناك من شيء نهائي، وإنما يلي ما بقى يزبط هو الحلول الترقيعية وشراء الوقت، لأن كل ما طولت الأزمة تصبح الحلول أصعب وتصبح فترة التعافي أطول. لذلك يجب الذهاب فورا إلى إرساء استقرار سياسي عبر انتخاب رئيس للبلد يكون قادر هو وحكومته أنه يزعلوا يلي لازم يزعلوا، ويقدروا أيضا أنهم يفعلوا العدالة والمؤسسات تيرجع لبنان بلد. استحوذت الدول العربية على ربع واردات العالم من الأسلحة في 2023 بحسب بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. ووفق بيانات المعهد تصدرت قطر البلدان العربية بواردات أسلحة بلغت 6.2% من واردات العالم، تلتها السعودية بنسبة 4.5%، ثم مصر التي استوردت أسلحة بلغت 3.9% من إجمالي واردات العالم خلال العام الماضي. أعلن نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم في بيان أن الراتب التقاعدي لقرابة 500 صيدلي متقاعد والمستفيدين منه بات 513 دولارا شهريا، إضافة إلى تأمين صحي مجاني للصيدلي المتقاعد وزوجته أو زوجه، وبذلك تكون النقابة أنصفت جزئيا الصيادلة الذين أمضوا حياتهم في تأدية رسالتهم الإنسانية، وأن هؤلاء هم كرامة الصيادلة وهاجس النقابة الأول. وقد تمكنت النقابة من ذلك بعد إجراءات عدة أدت إلى زيادة مدخولها ومخزون الفريش لديها. مع هذا الخبر نوصل لختام فقرتنا الاقتصادية.